وهذا الموضوع هو جزء من موضوعات التوحيد، وعلم التوحيد علم من العلوم الإسلامية المهمة، وقد دخله كثير من الإلباس، وأدخل فيه كثير مما ليس منه، فهو في الأصل لبيان ما يجب على المسلم اعتقاده، وذلك في أصله ينقسم إلى قسمين: إلى أصول لا يعذر مسلم بجهلها، وهي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هي أركان الإيمان الستة، فقد قال حين سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الست لا يعذر أحد بجهلها، بل يجب على كل مؤمن أن يتعلمها وأن يؤمن بها إجمالا. أما ما يتعلق بها من التفصيلات والمسائل الجزئية فهذه إنما تجب على من كان من بلغته من طلبة العلم ومن المهتمين بذلك، ولا يجب على كل مسلم تعلمها، بل قد يخفى بعضها على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الأمة وأكملها إيمانا. ومن هنا فليس كل مسائل العقائد مما يجب تعلمه على كل مسلم، بل إنما يجب تعلم هذه الست فقط، ومن علمها وآمن بها ومات على ذلك ولم يتعلم غيره دخل الجنة. ولذلك صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أسلم وأقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. والمسائل الجزئية قد تخفى على بعض علماء الصحابة، بدليل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: عائذا بالله من عذاب القبر، ثم لم أزل بعد أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فهذه أم المؤمنين، وهي من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه، لم تكن تعلم بعقيدة عذاب القبر، مع أنها من كبريات المسائل في هذا التخصص، لكن لا يجب على كل مكلف معرفة ذلك إذا آمن بالإجمال والإطلاق. وكذلك فإن كثيرا من تفصيلات المسائل الجزئية لم يكن يعرفها بعض خواص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عرفها من سواهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه التبليغ إلى كل أحد، بل إذا بلغ إلى عدل فأكثر ممن سيروي عنه فذلك مجزئ في تبليغ رسالات ربه، ولا يلزمه أن يبلغ جميع الأمة ولا جميع الصحابة ولا كل من في المجلس، بل إذا بلغ من تقوم به الحجة كفى ذلك، في امتثال قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكثير من الناس يخلط بين هذين المفهومين، بين المفهوم الأول الذي لا يعذر أحد بجهله، وبين المفهوم الثاني الذي يمكن أن يجهله أكمل الناس إيمانا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحملون العوام على تعلم المسائل الجزئية في الاعتقاد، بل ربما أدى ذلك إلى امتحانهم في الاعتقاد بمسائل تخفى على كثير من الناس ولم يكن يعرفها أبو بكر وعمر وجلة الصحابة. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: الامتحان في الاعتقاد ابتداع،